قال الله عز وجل في الايه الثالثه والستين من سوره الفرقان المباركه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم هذه هي الصوره الحقيقيه لمفهوم العبوديه الحقه لله سبحانه وتعالى فهي لا تنحصر تحت إطار العبادة بالمعنى الخاص كالصلاة والصيام كما قدمت ذلك الآية التالية الآية الرابعة والستين حيث قال الله سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً بل إن هذه العبادة بالمفهوم الخاص الصلاة والصيام هذه العبادة تتحول عندهم إلى عنوان لشخصيتهم في الحياة في تعاملهم مع الآخرين في سلوكهم في أفعالهم فهم الطيبون الخيرون الذين لا يجد الناس عند التعامل معهم إلا الكلمة الطيبة إلا الفعل الجميل إلا المساعدة إلا الأخلاق الرفيعة كما جاء في وصية لرسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي عليه السلام والوصية طويلة ولكن في جزء منها يقول له يا علي ينبغي ان يكون في المؤمن ثمان خصال الى ان يقول بدنه منه في تعب والناس منه في راحه الله سبحانه وتعالى ليس بحاجه الى صلاتنا الله سبحانه وتعالى في غنى عن زكواتنا الله سبحانه وتعالى لا يغره قيامنا في الليل. الله سبحانه وتعالى لا يطمع في صيامنا بل يريد من ذلك كله ان يتحول الى فعل فيما بيننا والى سلوك مع الاخرين بما يرضيه سبحانه وتعالى. وهل التكبر يرضي الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا هل سوء المعشر يرضي الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا هل مضايقه خلق الله يرضي الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا هل السخريه واحتقار الاخرين يرضي الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اما رده الفعل التي تصدر من عباد الرحمن عند تعاملهم مع الاخرين عندما يجدون من الاخرين القسوه والكلمه النابيه والفعل القبيح والاهانه والاحتقار والتكبر وامثال ذلك رده افعالهم رده افعالهم لها قصه اخرى غريزه الغضب هي غريزه ضروريه هي التي تدفعنا الى رد العدوان ولكن غريزه الغضب عند عباد الرحمن تم السيطره عليها لماذا لان صفه الرحمه عند الرحمن الذي ينتسبون اليه عباد الرحمن صفه الرحمه التي عند الرحمن الذي ينتسبون اليه هذه الصفه فعاله في نفوسهم فعاله في عقولهم فعاله في افعالهم واخلاقهم. هم يدركون ان ما صدر من الاخر من اهانه من تحقير من شتائم من افعال قبيحه انما صدر عن جهل. نتيجه ان هذا الانسان الاخر لم يتلقى التربيه المناسبه. نتيجه ان هذا الانسان الاخر يعيش حاله الحقد او الحسد تجاهك. نتيجه ان هذا الانسان الاخر تربى في بيئه لم توفر له الظرف المناسب لكي يرتقي باخلاقه وسلوكه وامثال ذلك من عوامل تجعل الانسان يرتكب مثل هذه الحماقات. عباد الرحمن يدركون هذه الحقيقه ولذا هم يتعاملون معها بالشكل الصحيح. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه ولذا فهم لا ينحطون الى المستويات المتدنيه في سلوك واقوال الاخرين الذين يهينونهم او يرتكبون بحقهم من الافعال ما يسيء اليهم لماذا لان عباد الرحمن يسمون من خلال علاقتهم بالله سبحانه وتعالى هم عباد الرحمن عندهم سمو في الروح وفي الفعل ولان عباد الرحمن لا يعيشون القسوه في ردود افعالهم لماذا لانهم ينتسبون الى الرحمن وهذه الصفه صفه الرحمه هي حيه متحركه في افعالهم وفي ردود افعالهم وبالتالي هم عندما يقابلون بالاساءه اما انهم يتجاهلون هذه الاساءه واما انهم يقابلونها بالكلمه الطيبه وبالفعل الطيب لماذا لانهم ينتسبون لانهم ينتسبون الى الرحمن بعنوان العبوديه لله سبحانه وتعالى وبالتالي تكون صفه ردود افعالهم هي الرحمه ان روحيه عباد الرحمن هي روحيه السلام التي تؤهلهم ان يرثوا دار السلام في نهايه المطاف فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ان لدار السلام ثمن وهذا الثمن لا يتحقق فقط من خلال العباده بالمعنى الخاص كالصلاه والصيام وانما يتحقق من خلال توظيف الصلاه والصيام وسائر العبادات الى فعل على الارض يرضي الله سبحانه وتعالى والى ردود افعال مع الجاهلين ترضي الرحمن سبحانه وتعالى